سلام عليكم، ايش اسمك اخويا؟ جرامبا من جد. يا اخي خلاص خلاص يا اخي اتق الله. السلام عليكم، هتشوفوني زعلان وانا وصلت 1000 مشترك. صورت مرتين يا جماعه، صورت مقطع مدته نص ساعه ومقطع ثاني مدته 40 دقيقه، في النهايه المايك مش شغال. طيب يا شباب ما علينا، حصل خير لعل خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم خلاد وكنتار، يعطيكم العافيه في المقاطع اللي فاتت. شكرا شكرا، 1000 مشترك، يعطيكم الف الف عافيه. ان شاء الله نوصل 1000 وال 2000، ال 1000 وصلناها. طيب يا خلاد ايش بك؟ خلاص هذه نزلها، ال 2000 وال3 وال4 وال5 وال6 وال10 باذن الله، وال100 والمليون باذن الله نوصلها. ما بطول عليكم، اهم شيء دعمكم باستمرار. اشترك في القناه اذا ما انت مشترك، فعل زر التنبيهات، اضغط زر اللايك، اكتب في الكومنتات اشياء تحفزني انزل كل يوم. باذن الله راح انزل كل يوم، ما بطول عليكم. طبعا فكره المقطع اليوم، اللعب كله تفجير في تفجير تفجير في تفجير. لو جتني فرصه اني اسجل هدف بسجل، لكن اللعب في الاساس كانت فكره في المقاطع اللي فاتت، الفكره اني افوز واسجل اهداف. فكره المقطع هذا تفجير، بس تفجير تفجير، لعب لعب حواري. راح نلعب، حط صدى حط صدى حط صدى، راح نلعب لعب حواري. طيب يا شباب ما بطول عليكم على المقطع. طيب يا شباب، ما قلنا بنلعب لعب حواري، لازم السياره تتغير. والله السياره بالها تغيير، ف مو كذا يا حبيبي. دقيقة، لا برضو لا، يا رجال خلينا نغير هذه. والله شكلها السيارة هذه حتكون، والله شكلها السيارة ذي. طيب كذا سوى، يا رجال خليني احط صرصور يا شيخ، خليني احط صرصور. يلا يلا. بسم الله بسم الله يا شباب على اول جيم. اوكي اوكي بسم الله يا شباب. طبعا قلت زي ما قلت لكم، اذا سنحت لي الفرصه اني اسجل هدف حسجل، طبعا اكيد لا بعلي الرانك. وكمان انا كمان اسوقه، كمان ماني خاش كاجوال، خاش كومب. بس يلا عوافي عوافي. بسم الله، لعبا الاصول ايش؟ تفجير. ها تفجير شيك، ها شيك. الاول تفجر، الاول تفجر. قلت لكم اذا سنحت لي الفرصه حسجل. شوف هذه الفرصه سنحت لي فسجلت. ثانكس. والله تخيلوا نفوز، يعني ما احط فرق. لفت 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 يا جماعه، شكلها فكرتي كل مره. اوكي اوكي هذا سجل هدف. فبرضه انا فكرتي الاولى والاخيره تفجير تفجير يا حبيبي. والله لو تسجل 5 ابني سيبه، انا ما حساندك ترى، انا راح اروح افجره بس. السلام عليكم، ايش اسمك اخويا؟ جرامبا من جد. تفجير تفجير تفجير. اي بروح. والله يا جماعة تفجير تفجير. خلاص والله شكل اللعبة قاعد يجري ورا. نخ يا اخي، خلاص خلاص يا اخي اتق الله. والله اللعبة كلام زبط، انا حاعتمد التفجير تفجير، حاعتمد خلاص خلاص. يا ربي طلع ورب الكع يا عيال، اعتمد لعبة التفجير. لا تعتمد ان تبي توصل رانكات عالية. جي جي يا خوي. يلا يلا بسم الله يا شباب، الجيم اللي بعده. يلا يلا
انتبه يا خلات، ترى مو كل مرة تسلم الجرة. اوكي بسم الله. الجيم الثاني بإذن الله انه نقدر نفوز. والله بالصعب يا شباب، والله صعب. جابوا هدف جماعة، والله التفجير صعب، والله طلع صعب. ذا لعيب كمان يعني ما ابو شيء يا اخي، ما بيتفجروا ذولي. انت حتتفجر. طيب هذا مسوي نط، قال لك سبق لي انا، بس بفجر الازرق. باين انك قوي. ودي اصير صديقي. والله قلت بفجره. لا الحمد لله. ذول اللعيبة يا ناس، صعب اسجل يا اخي. ازعجت ام يا اخي، بس حرام شكل بابنا يا معلم يا خوي. يجي تفجير وفوز. وتعادل، قال لك فوز. والله ذول اللعيبه يا ناس ذول اللعيبه، والسياره دي صعبه اتحكم فيها. اوكي نيد بوست. اوكي يا خوي، طلعها تطلع عاديه. يا اخي تيك ذا شوت. لا يا رب لا. اوفر تايم يا شباب. افجر ولا نسجل؟ لا والله تفجير. والله تفجير. معليش. شوف طالع، قلنا اساسية المقطع تفجيري. شو اللي عاد اللعب هذا؟ شوف يا جماعة ايش هذا؟ والله مو منك يا شيخ، من الصرصور اللي في دماغك هذا. والله الفوز ما كان في راسي ولا في بالي، يعني لما يكون في بالي ما افوز. انا قلت اساسية المقطع تفجير عشان مناسبة 1000 مشترك، قال لك افجر امم. خلاص الجيم الاخير يلا بسم الله. الجيم الاخير. انا ما فرقت معي ذحين انهزم ولا افوز صراحة، لانه خلاص الجيمين الاولى خلاص عبرت عن حالي صراحة، فما فرقت معي. اهم شيء انه الجيم الاخير يكون حلو باذن الله. بسم الله. دقيقة. والله خويي ملقلق، خويي بينقو 300. حلو. ما بتكلم انا، بس شوفوا انتوا ايش اللي صار. انا ما بهرج. انتوا عيدوا اللقطة، شوفوا ايش اللي صار، شوف مين غلطان، شوف مين مو غلطان. مو منه يا شيخ، من بينقو 300 يقول لك. يا رب انها هدف. انا قلت لك اذا سنحت لي الفرصة اسجل بسجل، لكن اساسية الجيم تفجير او اساسية المقطع تفجير. انا غلطي اصلا، بس يلا عوافي. خويي ملقلق يا شيخ، بينقو 300. انا عملت ايه؟ هدفك نايم، بس انا عشان ما ابغى هذا، وسيارتي اصلا والله ما انتبهت له، لو انتبهت له كان رحت فجرته. يلا نو بروبلم. ان شاء الله بس انه خويي ما يطلع، اهم شيء انكم يا جماعه خويي شوف السكور حقه، 4 انت ايش انت؟ والله لو انك متكي في اللوبي تجيب 10 ولا 20. يا متعه يا خويي. جرني.
خويي ملقلق وانا لعبي مو ما ابغى العب بيخرج بقول له لو نو 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 يا خوي نو. صراحه الجيم الاخير ما صار فيه تفجير كثير لانهم ما هم قادرين ما يوقفوا ذولي. فشكلها فورفيت دحين. اوكي يلا يا خوي بسم الله طلعنا نروح اللوبي وننهي المقطع. يلا يا خوي تكفى يعني بالله يا خوي بالله. يلا مع السلامه. طيب يا شباب يعطيكم العافيه على المشاهده. انا عارف انه اللي في دماغ السياره هذا صرصور بس يرقص هلا ايوه العب هلا ايوه. طيب يا شباب يعطيكم العافيه على المشاهده. لا تحرموني من دعمكم. والله شكرا على 1000 مشترك. ان شاء الله نوصل 2000 3000 10000 20000 50000 100000 مليون باذن الله. ما بطول عليكم. ان شاء الله عجبكم المقطع اشتركوا في القناه اضغط زر اللايك اكتب في الكومنتات عشان تحفزني انزل كل يوم. بس ما بطول عليكم. سلام عليكم.